شو حلوة مدنك من فوق، طير الطير بيشوف أجمل. من العلا لم يعد المشهد يختلف كثيرا، واقع البلاد من تحت عابرة لولا جشع أصحاب المحطات وأهمال الدولة وغياب المراقبة. لبنان في أحرج أوقاته لا يزال قادرا على أن يكون متنفسا، ولا تزال مناطقه ملأ بالحب. فمن يريد خنقه عمدا. غدي بموسى، قناة الجديد.